الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة الاستوديو التحليلي لأول مباراة للمارد الأحمر بعد فترة توقف طويلة دامت 5 شهور. طبعا الأهلي وحشنا جدا، كرة الأهلي الجميلة وحشتنا جدا، لعيبة النادي الأهلي وحشونا جدا، انتصارات الأهلي وحشتنا جدا، الأهلي وبطولته المفضلة بطولة الدوري العام وحشتنا جدا، حكايات وبطولات صولات وجولات ذكريات جميلة وفرحة كبيرة أنا عشتها كتير مع نادينا الحبيب وجماهيره العظيمة. أهداف حاسمة ودقائق قاتلة، الأهلي والدوري المصري قصص رائعة أكتر من رائعة. الدوري المصري ليه 7 أبطال أعظمهم عن جدارة واستحقاق النادي الأهلي العظيم، البطولة المفضلة لكل الأهلوية سواء جماهير أو لاعبين، هي فعلا حالة عشق خاصة بين الدرع والمارد الأحمر. عودة الأبطال بحثا عن اللقب رقم 42.